السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أحبتي. إذا هذه الحصة ديال اليوم إن شاء الله غادي تكون حصة مفيدة جدا، لأن غادي نشوفوا فيها عموميات حول الدول العددية، وبالضبط فقرة كتخلق مشاكل كثيرة عند التلاميذ، وهي الدالة مكبورة مصغورة ومحدودة، يعني ماجوري مينوري وبورني. غادي نديرو ان غابيل دو كور، يعني غادي نكتب الكور، غادي تكتب معايا هذاك الشيء اللي غادي نكتب في الطابلو. من بعد ما نساليوه غندوزو لي زيكزامبل غتفهموه. الدول العدديه كيبقاو من اصعب، ماشي من اصعب، اعتذر، من اهم الدروس، من اهم الدروس اللي كتكون متوا بالتلاميذ. كتحتاج واحد الباجاج اللي هو كبير بيان سور، من متطابقات هامه، توحيد المقامات، الحساب العددي، ولكن الامر بسيط الا تبعنا بيان سور وتعلمنا وبالممارسه فاكيد ما غادي يكون حتى اشكال. هاد الدرس خدموه مزيان، خصوصا انا عنده امتداد كبير في الثانيه بكالوريا، وان الوزن ديال الدول في الثانيه بكالوريا كيكون مهم ومهم جدا. هادشي اللي غتشوفوا دابا في الدوره الاولى ولا الدوره الثانيه اللي عنده علاقه بالدول خدموه مزيان على بركه الله. دونك ننطلق، غادي نبداو الحصه ديال اليوم ان شاء الله. اذا الصياغه غنكتبوا باللغه العربيه وكذلك اللغه الفرنسيه. بون نبداو على بركه الله بالنسبه للعنوان. دونك قلنا عموميات حول الدول. الفقره ديال اليوم بالضبط غادي نشوف فيها داله مكبوره، يعني غنعرفوا شنو هي الداله مكبوره، كذلك داله مصغوره. الا بغيتي تستفد كتب الملخص لانني غادي نعطيك الدرس. داله مكبوره، داله مصغوره، وكذلك داله محدوده. غنكتبهم بالفرنسيه كذلك، يعني فونكسيون، غنشوفو فونكسيون بلا ما نبقى نعاود نكتب فونكسيون. فونكسيون مكبورة هي ماجوري، دونك غنشوفو اون فونكسيون ماجوري. غادي نشوفو لا فونكسيون مينوري، راه من السمية باينة مينوري هي مصغورة. وغادي نشوفو كذلك فونكسيون بورني، يعني دالة محدودة. دونك بيان سور غتكونوا قريتوا مجموعة التعريف. نحط بعدا دي شيما، نحط لكم لي شيما هذا باش غادي نشرح. دابا تيكونوا عندنا غادي نديروا ثلاثه ديال المنحنيات باش نلخصوا فيهم ثلاثه ديال الحالات. المنحنى او المعلم هنا، دونك رسم ثلاثه ديال الاشكال 3 فيغور، ومن بعد غادي نشرح لكم باش تفهموا مزيان. دونك هنا غيكون عندي منحنى الداله اف مثلا دايره بحال هكا على سبيل المثال. اب ماشي مشكل هنا المنحنى كيفاش داير، وانما للشرح فقط، هنا غير كنشرحو فقط فوالا باش نشرحو. دونك هنا شنو كنقصدو بداله مكبوره، وغادي نشوفوها حتى حسابيا باش تفهموا داله مكبوره. داله مكبوره يعني هي اكبر منا شي حاجه بحال هكا، صافي. هو هذا المستقيم هذا اللي غنسميوه المعادله ديالو ايكغيك يساوي ام، لان هذا العدد هذا غادي نسمي انا هو ام ماجيسكول. هنا كنقولوا ان المنحنى ديال الداله اف، هذا منحنى الداله اف كنرمزوا ليه بالسي دو اف، يعني لا كورف دو اف. لاحظ معايا فوق منه كاين المستقيم، اذا راه مكبوره الداله او المنحنى الداله هو المستقيم، الوضع النسبي ديالهم على الشكل التالي. المستقيم ديال المعادله ايكغيك يساوي ام، دونك لا دروات ديكواسيون ايكغيك ايغال ام، يوجد فوق منحنى الداله اف، راه باين فوق منحنى الداله اف مصغوره. دونك هنا اب يعني هنا غادي يكون عندي، انا غادي نخلي غير هنا عندي ام مينوسكيل. فرقوا فاش كنقولوا مكبوره كنديروا ام ماجوسكيل، وهنا كنديروا ام مينوسكيل يعني صغير. هذا كيتسمى لا دروات ديكواسيون ايغريك ايغال ام، معادله مستقيم ايغريك يساوي بيتي ام. ما معنى داله محدوده؟ دونك هنا باش تكون داله بورني يعني محدوده، اذا غتكون مكبوره ومصغوره في نفس الوقت. مثلا بحال هكا حديتها، بحيث ان هذا المستقيم هذا معادلته y تساوي grand M، وهنا عندنا كذلك y تساوي petit M. دونك هذا هو المعنى، هذا مبيانيا خاصنا نفهموا شنو هو مكبوره ومصغوره. اذا هنا الا بغينا نتكلموا على منحنى الداله اف والمستقيم، كنقولوا ان المستقيم ديال المعادله y يساوي M يوجد فوق منحنى الداله اف. هنا منحنى الداله اف هو اللي كاين الفوق، يعني المستقيم تحت منحنى الداله اف، وهنا كذلك يوجد بينهما entre les deux droites كاين ما بيناتهم. دونك هذا مبيانيا. دابا حسابيا او لا خاصنا نزيدوا عاوتاني في التحرير باش تزيدوا تفهموا ضبط الامور اكثر واكثر. اسمح لي درنا لا ريزوليسيون باش يكون واضح عندكم ليكرون.
سي بون. الوغ هنا بيان سور شوف غير نقطه للاشاره، انا ما سوقيش المستقيم يكون يقدر يكون لتحت عادي، مثلا بغيت ترسمها من صغوره تقدر تكون دايره الداله على الشكل التالي، وانما هو فقط للتوضيح او لا لتوضيح الفكره. مثلا كانت دايره بحال هكا المنحنى عندنا، الا قلنا مصغوره يقدر يكون مستقيم دايز من هنا، اللي كيهمني ان هنا كاين عندنا ام، وهذا كنسميه هو ايكغيك يساوي ام. بحال مثلا هنا غنقولوا منحنى دونك لا كوف دو اف منحنى الداله اف يوجد تحت المستقيم، تبع معايا باش نبدا دابا ندخل في لي مات، تحت المستقيم مع ما عرفوش انا غنسميه دي المعادله اكس او لا ايكغيك يساوي ام. هو هذه النقطه هذه، هذا هو ايكغيك، هنا هو اف دو اكس، هنا كنحطو اكس، دونك يوجد تحت المستقيم او المنحنى الداله اف يوجد تحت، بيان سور سي لا كوف دو اف se trouve bien sûr au dessous de la droite au dessous يعني تحت تحت، يعني ان f لي x اصغر من m، يعني ان f دو x راه اصغر من m، وهذا الشيء طبعا لكل x من df مهما يكون x من df. ودابا غندوزو على التعريف باش نعطيكم رياضيا بحال هذا الشيء هذا ونعاودو نشرحو، دونك غنخليو حنا لي شيما غنخليهم قدامنا وكل حاجه غنكتبوها بحدها، يعني خاصكم تاخذوا الله يرضي عليكم تكتبوا معايا تعريف. فوالا دونك ناخذ هنا تعريف، غنبداو في التعريف وغادي نشرحوا كل وحده، غنبدا غادي وحده بوحده. دونك غنمشي للتعريف بسم الله، نتمنى ان هذه الحصه هذه تستافدوا منها لان غادي نشلخوا في هذاك الشيء كامل. دونك ديفينيسيون هنا التعريف، ديفينيسيون غنكتب التعريف بالعربيه وبالفرنسيه كذلك. امتى كنقولوا ان الداله اف تقبل او لا الداله اف مكبوره، هذه هي مكبوره هنا يعني كبر منها كاينه شي حاجه، نقول ان الداله اف كنقولوا الداله اف مكبوره. امتى كنقولوا مكبوره؟ اذا وجد عدد، إذا كان واحد العدد حقيقي إذا وجد عدد حقيقي M بحيث، وبيان سور F راه معرف على مجموعة تعريفية، بحيث لكل X من DF كما بغى يكون X، زعما إذا كان هنا وإذا كان هنا وإذا كان هنا وإذا كان هنا، فين ما كان المنحنى دائما غيكون، إذا جينا لهنا دائما المنحنى تحت المستقيم. إذا وجد عدد حقيقي M بحيث لكل X ينتمي إلى الدي F، F لX دالة يعني F دو X هي الدالة، واش غتكون أكبر أو أصغر، فبالتالي غتكون أصغر من M. والله يرضي عليكم راه مكبورة تنديروا الرمز أصغر، يعني M كبر منها، كنهضروا على M، M اللي كبر من F، و F صغر من M، M كبر من F، F صغر من M، هذه هي ماجوري، دونك كتكون ماجوري باغ M. يعني ام راه كبار من الداله اف، بحال مثلا انا هو الكبير، انا بالنسبه للاخت ديالي انا اكبر منها، ولا عندي بون مثلا انت خوك كبر منك، اذا انت مكبور بالاخ ديالك، يعني انت صغر من الاخ ديالك، او لا الاخت ديالك انت او انت، اف دو اكس اصغر من ام، يعني هنا راه اف مكبوره بام، راه ام فوق منها. دونك هنا بيان سور اون دي une fonction là on dit que la fonction f est majorée bien sûr s'il existe un réel اذا كان يوجد عدد حقيقي سمينا m tel que بحيث تلك دو بوان، كتب هذه عاوتاني غنعاود نكتبها، لكل اكس ينتمي الى مجموعه التعريف، راه حطينا فيديوهات على مجموعه التعريف، اف لي اكس اصغر من دونك انفيريور ايغال اصغر من او يساوي ام. دونك هذا بالنسبه للحاله ديال
المقبوره، وغنشوفوا الامثله غتفهموا بهم، امثله غتكون زوينه غتفهموا بهم. دونك هذا هو الشق الاول، كتب الله يرضى عليك. غندوزو للشق الثاني بنفس الطريقه. هذه حق كتبناها وعاودنا مسحناها، ما كانش علينا نمسحوها. كتفهموا؟ نتمنى تكون تفهموا. نقول ان الداله، وطبعا اللي تكون اف معرفه على مجموعه او لا دال اف حاضرين على مجموعه تعريف، نقول ان الداله اف مصغوره اذا وجد عدد حقيقي، اذا وجد عدد حقيقي. دابا دزنا المصغوره يعني الحاله الثانيه دزت لهنا، اذا وجد عدد حقيقي سميته ام، بحيث لكل اكس ينتمي الى دي دو اف، يعني في مكان اكس من هنا، هذا هو اكس، هذه هي بلاصه اكس لان هنا محور او اكس. لكل يعني كيف ما بغى يكون اكس، نتوما دير في بالك كيما بغى يكون اكس، غادا تكون عندنا اف لي اكس. دابا مصغوره، الا كانت مصغوره يعني اكبر، عكسهم في دماغك، اكبر من ام. ها هو ام، ها المنحنى ديال الداله، هذا هو المنحنى ديال الداله اف، سي لا كوب دو اف، هذا هو منحنى الداله اف. دونك بيان سور اون دي كو اف اي مانوري مينوري، جو ميكسكوز شاز بالي مع ماجوري، اون دي ولا اون بي دير دير كو، اون دي كو اف اي مينوري يعني مصغوره، اي مينوري سيل اكزيست، سيل اكزيست، سيل اكزيست ان نومبر réel petit m يعني m minuscule petit m tel que بحيث tel que لكل x من df quel que soit x de df f de x supérieur يعني اكبر supérieur égal à petit m يعني f المنحنى كيكون الفوق، هذه كتعني مصغوره، المنحنى الفوق يعني صغر منها m. Voilà, donc passons d'abord l'hala mais qui connaît de la majorée. Donc là, nous avons le chiq l'akhir min le tarif. Nous avons dit que le f mahdouda. Nous avons dit que le f mahdouda. Et nous avons dit que le f mahdouda. خاصة تكون هذه هنا راها فوق من هذا المستقيم وتحت من هذا المستقيم، يعني جات بيناتهم محدوده، يعني جات بيناتهم محصوره بيناتهم محدوده. اذا كانت مصغوره، الا كانت مصغوره ومكبوره، هذا الشق هذا كيعني مصغوره وهذا الخضر هذا كيعني مكبوره، مكبوره بايكغيك يساوي ام ومصغوره بايكغيك يساوي ام، مصغوره ومكبوره. اي اذا يعني شنو، يعني شنو، يعني اي يوجد شحال من عدد حقيقي دابا كاين، جوج، ها واحد ها جوج، عندنا هنا كاين غران تام وهنا كاين بيتي ام، اي يوجد عددان حقيقيان، حقيقيان ام وام، بحيث بحيث هذيك لكل اكس ينتمي الى دي اف. دي اف بيان سور غنجبدها هنا هي مجموعة تعريف اف، يعني في الاول اللي تكون دي اف مجموعة تعريف اف، بحيث دابا اف دو اكس غتكون محصورة ما بيناتهم، ام صغر منها و ام الكبيرة غتكون هنا هي الكبيرة، اصغر من ام يعني مكبورة ب ام، و اف اكبر من ام يعني مصغورة ب ام، يعني غادي تكون في نفس الوقت الافوا غادي تكون مينوري اي غتكون على فوا ماجوري، على فوا ماجوري. دونك هنا باش نقدروا نقولوا راها بورني يعني راها محدوده. بغيتي تفهم اكثر دونك دابا غندوزو لي زيكزارسيس دابليكاسيون، غادي نديرو كل حاله غادي نديرو فيها مثال. الوغ دابا غنبداو بأول مثال ملي تكون عندنا الدالة مصغورة، يعني السؤال على مصغورة، يعني خاصها تكون لا فونكسيون اف مينوري. شوف السؤال وكيفاش غادي نجاوب عليه، ساهل، أنا حطيت مثال ساهل باش تقدروا تفهموا، باش ديروا نتوما أبليكاسيون على تمارين آخرين، تخدموا مع الأستاذ في السوايع، مع الأستاذ في القسم، مع الأستاذ اللي متبين مع أونلاين،
يعني المهم تكون عندكم الفكره سهله. دابا الداله اف هي اف كتبتها بالاخضر هنا، اكس مربع ناقص 2 اكس ناقص 1. سولك الاستاذ في الفرض او في تمرين بين انا تتلامذي قلت لك بين ان الداله اف مصغوره بالعدد ناقص 2، اشنو خاصك دير؟ تتحسب الفرق. اشنو غنديرو؟ نحسب الفرق. كيفاش الفرق؟ غادي تشد اف لي اكس وغدير ناقص وغدير ناقص 2، هذا هو الفرق. يعني اف لي اكس شحال غتنقص منها العدد المطلوب هو ناقص 2. انت راه ما عندكش 20 حاجه، راه كاينه غير الداله اف ومع من بغيتي تقارنها مع ناقص 2، غتشد هذا مع هذا غدير لي من الفرق صافي. يعني غادي تحسبها بحال هكا تساوي و اف دو اكس اشنو كتساوي؟ هي اكس مربع ناقص 2 اكس ناقص 1. كتبها خويا في بلاصه اف دو اكس، هي اكس مربع ناقص 2 اكس ناقص 1. شوف هنا ناقص ناقص 2 غتولي هي زائد 2، هذه غدير تساوي اكس مربع ناقص 2 اكس زائد 1. مزيان، تيبقى الدور ديالك تعرف دابا هادشي واش موجب ولا سالب. هاد التعبير الاخر دائما غتبقى خاصك تعرفه موجب او سالب. هنا كاينه اكس ما نقدروش نحكمه لانه مجهول، ولكن الا ما عقتيش بها دابا تعلمها من بعد. هذا راه متطابق هامه. شنو هي هادي؟ راه هي اكس مو اكس ناقص 1 الكل اس 2. هذه راه هي اكس ناقص 1 الكل اس 2 حيت راها مكتوبه على شكل اكس مربع ناقص 2 في اكس في 1 زائد زائد 1 اللي كاين هنا هو 1 مربع، وهذا راه غير المتطابقه منشوره، هي اكس ناقص 1 او كاري. وشتي هذا المربع اللي كاين هنا هو اللي كيثبت ان هذا التعبير هذا موجب. علاش هادشي هذا موجب؟ علاش موجب؟ الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. علاش موجب؟ هادشي هذا اللي كاين هنا راه موجب، وموجب ما تنكتبوهش بحال هكا، كنكتبو بحال هكا اكبر من او يساوي صفر. صافي، ها هي غنكتبو حنا مهما يكون اكس من اغ، هادي علاش علمت تكتب هنايا من دي اف او لا من اغ، اكس ناقص 1 الكل اس 2 اكبر من او يساوي صفر. سيتادير يعني ان لكل اكس من اغ هادشي اللي بديتي به في الاول يعني اف لي اكس ناقص ناقص 2 حتى هو موجب. غتقول لي علاش؟ غنقول لك راه هذا هو هذا، وفي نظرك هذا موجب، هادشي الاول كيفاش غيكون داير؟ موجب. دونك شنو غادي نستنتجو؟ لكل اكس من ار الله يرحم لك الوالدين واش تقدر ناقص 2 تحولها للطرف الاخر. دونك اف لي اكس اكبر من او يساوي هادشي اللي كاين هنا ناقص 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 2 غتولي هي ناقص 2. اف لي اكس كبر من ناقص 2 اذا اف راها مصغوره بناقص 2، ومنه اف مصغوره بناقص بالعدد ناقص 2. صحيح، دونك كنتمنى تكون فهمتي. علاش درنا مصغوره؟ حيت اكبر. الا كانت عندكم اف لي اكس اكبر من 1 حتى اكبر شي اكبر من 1 اذا مصغوره بواحد، وإلا كانت اف لي اكس غادي راه الدارجه العاميه اصغر من 1، اف لي اكس صغر من 1 اذا اف لي اكس مكبوره بواحد، اذا اف مكبوره بواحد. دونك هنا اف لي اكس اكبر من ناقص 2 اذا اف مصغوره بناقص 2. صاي اللي ما فهمش هنا بغيت نوضح واحد القضيه حيت كاين اللي تيدوخ، ولكن عادي حنايا خاصنا نوضحو. غادي تولي عندك هنا اف لي اكس، ها نتوما كاع لا ما فهمتوش، ناقص ناقص 2 كبر من 0 راه هي اف لي اكس، ناقص مع ناقص هي زائد 2 كبر من 0، يعني ان اف لي اكس هذا راه زائد 2 فاش كنحاولوا الطرف الاخر يصبح ناقص 2، هو اللي درت هنايا. دونك اغلبيه ديال الامثله غتبقاو تلقاو فيهم متطابقات هامه، ما كنحطوش حنا شي حاجه في التمارين ولا في الفروض الا باغي نطيح في متطابقه هامه. هذا راه مثال ساهل، ولكن راه الا فهمتي هذا تعرف تجاوب على الاخرين. عود قشع غير المتطابقات الهامه، وصيه. يلا ندوزو دابا للحاله اللي غادي تكون فيها الداله اف مكبوره. دابا في المثال غنشوفو مكبوره يعني ماجوغ. كيفاش غنبينو ماجوغ؟ سهله، نفس الحاجه بين ان الداله اف، انت عندك اف مكبوره بالعدد 2 وعندك 2، اشنو غنديرو عاوتاني؟ سهل منا ما كاين، غنشدو السيت اف لي اكس غنقصوها من 2، دونك غنحسبو اف لي اكس ناقص 2. وشتي بما انها مكبوره خاصنا نلقاو اصغر من 2،
يعني هنا اف لي اكس ناقص جوج تساوي اف لي اكس. نقول اف دو اكس راه مكتوبه بالخضر، اف دو اكس كيف ما هي دير لها كوبي كولي، هي جوج اكس مربع زائد ثلاثة على اكس مربع زائد اثنين، ها هو اكس مربع بليس دو زائد اثنين، غنقص منها جوج، دونك سي ايكال. هنا تنقول الدراري تبعوا الحساب ديما، اشنو كيفاش غنتبع الحساب؟ غتوحد المقام، هنا غتوحد المقام، ما كتعرفش توحد المقام، كتب اخويا المقام هو الاول، اكس مربع زائد جوج. شحال عندك في البسط هنا؟ جوج اكس مربع زائد ثلاثة، خليه، أنت الحاجة الوحيدة اللي غدير لي الله يرضى عليك، غتشد هادشي هذا اللي في المقام غتضربو في البسط، واش هادي صعيبة في توحيد المقام؟ راه ساهلة، يعني عندك ناقص جوج كتب ناقص جوج. وكتب لي هنا اكس مربع زائد جوج بهذه البساطة، بهذه البساطة. دير واحد العملية ديال النشر، جوج اكس مربع هذه سميتها تبع الحساب، ناقص اثنان في اكس مربع هي ناقص اثنان اكس مربع، راك كتقول فيها ناقص اثنان في اثنان هي ناقص ربعة على اكس مربع زائد جوج. جوج اكس مربع ناقص جوج اكس مربع كنشطبو عليهم لانهم متقابلين، جوج مع ناقص جوج مشاو، كتبقى عندي ثلاثة ناقص ربعة هي ناقص واحد، الكل مقسوم على اكس مربع زائد جوج، وهذا الشيء طبعا سالب. علاش سالب؟ اكس مربع موجب، واخا ما خاصناش نكتبوه بحال هكا، زدنا عليه جوج موجب، وناقص واحد سالب، بحال البسط كامل سالب والمقام موجب. ولاش دينا سالب على سالب على موجب؟ راه اكيد غيعطينا سالب، دونك التعبير كامل سالب. اشنو خاصك تستنتج؟ انه لكل اكس ينتمي الى اخ او لدى اف، حيت انا ما درتش مجموعه التعريف هنا، حيت لكل اكس من ار الا كان هادشي سالب، اذا راه هادشي سالب اف دو اكس موان دو انفيريور ا زيرو، يعني لكل اكس من ار اف لي اكس انفيريور ا دو صغر من جوج. وشنو المعنى ديال اف لي اكس صغر من جوج؟ يعني ان اف مكبوره بجوج، وهذا هو اللي كان السؤال، بين ان الداله اف مكبوره بالعدد جوج. غتكتب لي دابا انت في الجواب الداله اف مكبوره بالعدد جوج، اف اي ماجوري باغ لو نومبر دو ولا باغ دو، دونك هذا اللي كاين. الوغ الفقرات اللي بغيتو كاملين بيان سور الا كنتو غادي تحتاجوهم عندكم لي كومونتير دابا تحت من لا فيديو، دوموندي ديروا لا دوموند تماك، لانه كنشوف التعاليق اللي كتلح في الفيديو ديال مجموعه التعريف تقريبا راه تجاوز 100000 مشاهده على ما اظن، او لا المهم فوق 95000 مشاهده، شكرا على السيبورت ديالكم. دونك كنتمنوا ان الفيديوهات الاخرين حتى هما يمشيو بنفس الريتم، نتمنى انكم تفهموا هذه الفقره هذه مزيان، ما يكون غير الخير ان شاء الله باذن الله. بون كوراج، اللهم يسر، نتمنى لكم التوفيق، شكرا.